ما كاش اي نادي في الجزائر اللي راهو يخلص لي ار جي ولا لا سيكوريتي سوسيال. هنا فيه تهرب ضريبي، هنا المسؤوليه لمن؟ وعندك اموال ما تقدرش تهرب من الضرائب. تدعى رؤساء انديه كره القدم طرقا واساليب جديده للتهرب الضريبي. اكسكيوز موا بور لو مو باش كيسكروكرو بها لي جوار. جوار الجيريان سي الي اماتور في عقليته. نضحك انايا كي نسمع هذا الشيء، يعني يجي من بريزيدون يقول لك ما تهضر لي لا على الكلاس لا على لي ار جي. سي فري جو مو كونسيدير انتر غيمي كوم اور لا لوا. 40 مليار تاع ديون، هذا شيء غير مقبول. أوكان كلوب ناد دو ليسونس بروفيسيونيل.